الإنسان اللي عنده إيمان يقيني فالله لا يخاف إنسان ولا يهاب إنسان أيا كان هو ذا الإنسان. الأبوين ليه مرضيش يقولوا أيوة اللي فتح عنه هو المسيح؟ هل هم يعرفوش؟ يعرفين، عارفين بدليل إيه؟ إن الرجل المولود أعمى ده لما خف وفتح عنه ما رجعش المسيح على المجد، ما راح فين؟ على البيت. برافو، روح، راح على البيت، بدليل إن الكتاب يقول إيه؟ الجيران واللي كانوا موجودين شافوه قالوا مش ده اللي كان مولود أعمى؟ مش ده اللي كان عزيز؟ قالوا أيوة هو ده المولود أعمى، ده في حتتنا، ده جارنا، ما طبعا طول عمره مولود أعمى وبيستعصي. وناس قالوا يشبهه، لأنه طبعا يشبهه، لأنه فعلا واحد تجويفين اتنين ما فهمش مقرتين، وبعدين بصوا لقوه في ليه عينين وبيفتح وست على ست، فيقول لك يشبهه ولهم حق. لكن كله أجمع، فالأبوين قالوا أيوة ده ابننا، وأيوة اتولد أعمى. إزاي أبصر؟ هو كامل السن يسألوه، عارفين عارفين، بس أنكروا ليه؟ يقول الكتاب يرد على السؤال بتاع ده، يقول كانوا خايفين من اليهود. الإنسان اللي عنده إيمان يقيني فالله لا يخاف إنسان ولا يهاب إنسان أيا كان هو ذا الإنسان. الإنسان فينا الذي خاف الله بحقه حقيقي وليس له أي غرض في الحياة إلا أنه يبقى ليه عشرة مع الله ومنتظر أن ربنا هو اللي يكافئه ويخليه معاه في آخرة صالحة، لا يهاب إنسان. يوحنا المعمدان خاف من الملك لما قال له عايز اتجوز ابنه هيروديه، عايز اتجوز هيروديه بنت اخوه الملك، لما رقصت هيروديه بنتها فالملك انبسط قوي من الرقص بتاع البيت، فقال لها لو لنص اطلبي لو لنص المملكه. ملك يا راجل احترم نفسك، شفت الرقص بيودي في داهيه ازاي؟ بيودي في داهيه. شوف يا حبايبي، خلى الملك نسي نفسه ونسي وقاره وقال لها اطلبي لو لنص المملكه هديك. راح اطلب، ما اطلب ايه؟ لا اطلب راس يوحنا المعمدان اللي واقف عقبه قدامنا. يوحنا المعمدان جابوا الملك قال له انا عايز اتجوز هيروديه اديني حل. قال له ايه؟ قال له لا حل، ولا طب اديني، ولا قال له اديني فرصه تفكر، وقال له انت، ولا قال له انت شايف يا جلاله الملك؟ لم يخشى الملك، وهو يرى ان الملك ممكن يبطش بيه ويحطه في السجن ويتعرض، وده اللي حصل. لم يهاب الموت لانه ابن لله، لانه يخاف الله ما يخافش انسان، والذي يخاف الله لا يهاب انسان، لانه يخاف الله، واللي بيخاف الله ما بيغلطش في حد. الانسان اللي بيخاف الله حقيقي ما بيغلطش في حد، ولا يدين حد، ولا يتكلم في حق حد، ولا يجرح في اي حد، لانه يخاف الله. ده صمام الامان للانسان اللي بيدور على الملكوت يا احبائي. فالابوين دول خافوا، خافوا ليه؟ لأنهم كانوا قالوا اليهود اللي هيعترف ده المسيح هيخرجوه من المجمع. يعني إيه يخرجوه من المجمع؟ هقول لكم تفسيرها عشان تقتنعوا. أي المجمع وإيه قيمة الحاجة اللي تخليهم يخافوا إنهم يعترفوا إن ده المسيح برغم إنه فتح عينين ابنهم المولود أعمى؟ إيه حكاية المجمع دي يخرجوه منها دي؟ إيه خطورتها؟ خطيرة جدا. اليهود عندهم اعتقاد، أنا هقرأ لكم إيه تفسيرها الآية 22 دي، يعني يخرج من المجمع. أن يحرم من الحقوق الدينية والاجتماعية، مش الدينية بس، الحقوق الدينية والاجتماعية. يعني مثلا على مستوى الكنيسة، مثلا الكنيسة الحالية يعني المسيحية، يحرم من التناول، يحرم من الخدمة، يحرم من مش عارف إيه، يحرم حرمانات الله لا يقدر يعني لأي حد. لكن وكمان والاجتماعية إزاي؟ قال لك كان اليهود عندهم ثلاث أنواع من الحرمانات، ثلاثة. ايه هي الحرمات الثلاثه؟ اول حاجه ان يمنع المحروم 30 يوم من كل مخالطه لاقربائه، يعني ما يخالطش قرايبه لمده ايه؟ 30 يوم. اعتقال. اعتقال، ما يخالطش قرايبه لمده 30 يوم، ده ابسط حرمان، ابسط حكم. النوع الثاني من الحرمان ان يمنع من ذلك، من انه يخالط مده حياته، طول حياته ما يخالطش القرايب ولا، ومن مخالطة كل واحد من اليهود إلا لمقتضيات الحياة الضرورية، يعني من مخالطة أي حد، يعني حكم عليه بالإيه؟ بالإعدام الأدبي كمان. التالتة بقى، الحرمان الثالث وده الأبشع، فصله التام عن كل واحد من الشعب وإن أمكنهم ذلك، يعني كان بيحللوا منهم يقتلوه لو قدروا يقتلوه، ده اللي بيخرج من إيه؟ اللي خرجوه من المجمع بتاعهم. عقوبات من ابشع ما يكون. احنا ما نعرفش طبعا في التفسير
في الكتاب هنا انهي عقوبه كان اليهود يقصدوها مع هذا الرجل، يعني الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، في كل العقوبات هي من ابشع العقوبات للي يخرجوا من المجمع. عشان كده الابوين خافوا على نفسهم، قالوا صدروا ابنهم للموضوع، قالوا هو كمل السن فاسالوه.